أيكم تا سعاد يا الوداع وجب الشكر علينا بلدان النايدة. هل مبعوث فينا جئت؟ ها؟ وش هي؟ صالح ما نمت انت؟ لا صد ما شاء الله مصحصح يا ولد، اول بدا فين صحي؟ لا انا ما عشان ما دخلت في النوم صح. ايه بخلص باكل لك من الجوع مليون. والله الجوع مليون عندنا كلنا. جاتي بجيب الفطور من الصبح. الجوع مليون. فبحمي لي مصقع اذا عاد. لا تكون معاد. ها؟ لا تقولون معاد. يقول؟ والله ما ادري ايش طفر ما معك شيء. ها؟ طفر ما معك شيء. كنت اظن عليك حرارة الغالي. ما عاد مصقع. يا ولد ما في الا نسوي لنا بيض ومش حالك. تعرف؟ في خبز. يا طالع. هلا. صوت صفير البلبل هيج قلبي. في خبز ولا لا صالح؟ خبز فيه. ها؟ ايه خبز فيه. لا لا تقولها. في دجاج. لا لا ايوه الدجاج تخيل. ها؟ بيض عيون هذا كذا تسوي كذا وكذا خلاص. لا لا بغيت شيء كذا جاهز اكله وراح ارقد. الله على الرجال باكر. اسولف مع ابو علي لين الله يخلص. من ابو علي؟ سالفة الرجال. ايه تعال يا ولد. يخي ما ادري عاد زين ذا والله ما ادري ما والله واضح اللي فيك جوع يا ولد. المشكلة ما عندهم صغير عشان نطبخ عليه هذا الظاهر. ليه؟ صدقني لو كنت عارف يحسدوني اني قلبك حبها. مو صج الحين اسوي لك مجبوز نيائي. مجبوز هذا كذي بيض هذا الخبز. ما اللي خرب ذا؟ جود لايك. هذا هو فوق. حط ميكرويف. اضغط ميكرويف اول. هيك وين الميكرويف؟ بعدين حط الدقائق. ضغطته كم تبين دقيقة واحدة. خلاص. لا لا غلط والله. ها خليه يروح. لا احترقت الشلة. شلة عرفت؟ هبلة هبلة الخبز. كذا نظام. ايوه ايوه. اوف أيوة. وش ذا الحلا؟ من اللي سوى ذا الحلا؟ وشو؟ الحلا اللي هنا. هلا بيع. يا محسن من اللي سوى الحلا ذا؟ اسماعيل هذا المفروض انه مع الغداء بس انه ما تجمد يعني طعمه زين بس ما تجمد. صدق والله؟ والله طعمه حلو. للحين ما تجمد؟ هو المويه بزياده طلعت. اوح يا رجال لا ما صار شيء. انفجر ما له دقيقه. لا لا ما انفجر. نسيت منه والله. انت وش حاط؟ قزاز. قزاز؟ لا لا ما صار شيء يا رجل ما يجي شيء. روح تاكد ما يجي شيء. عادي بيض عادي. بيض دياي يا ناسي فيه حبه وموتي فيه حبه. عاش يقول مغرمبه خصم ومغرمبه صد. لا ايوه انت وين طلعت؟ خذ لك خصم في مع الصباح كذا ناس تصبع على خصم. فطور انت تصبع على خصم شوي. خلي ريو زيت هذا هو. خلي المويه تنشف. صدق نمبر 1 عادي اهم شيء عشان هذا يحمي. ايش يطيح في البطن يا ولد؟ في كشتب؟ اي موجود اكثر. في كشتب عندك؟ فين هو؟ والله ما ادري. شوف
اي والله. عبد المجيد يلي. عبد المجيد يلي. وراح اغسل شعري بعد الهادي احس انه جمع كله بصخ النفر. خلها اذا كيف تعرف قد هذا احتر؟ اذا هذا ايش؟ وهذا مستحيل الزيت يغلي الا اذا هذا احتر. صحيح. اذا المويه شفت يعني هذا احتر بدا يحتر. صحيح. معلومه؟ معلوم هي معلوم يا اخي. والله اني احبكم يا عبد المجيد. يا بعد قلبي. والله اني احبكم يا شمر. يا بعد قلبي. في ذمتي ذمه. حد بالنا شيء؟ ها؟ يلا حب 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 خل عندهم شيء ثاني. الله حبا. والله العظيم اني احبكم يا رجل لا اله الا الله. يا والله ما يمجامل يا عبد النفدة. والله العظيم ما حبيت الا اقسم بالله يا اخي. ايش ما ادري ليه بس عشان تحبني. لا تخلص بس ما نبغى كثر. لا عيب عيب. صالح مال الصبح كاتشب. هذا كاتشب متأكد؟ اي والله مشكلة والله. اي ايش هذه؟ ابراهيم الصعب. ناديت انت شمري من دقيقة عندكم في شمر شو اسمه؟ عدد حده فيها شو اسمهم؟ دقيقة اتذكر انا القبائل. والله اني اقول عبده. ايوه عبده. عبده صح, صح عبده وسنجار واسلم. سنجارة ايه سنجار واسلم صح. عبده وسنجارة. اي والله انها ذي عدها جديدة ولا وليد من عبده الظاهر. بالله وانت؟ انا من الاسلم. بالاسلم الاسلم. الاسلم ونعم والله. وسنجاره من طواله وفواز مننا بعد. ذي عدا كويسه. هي ما تخرب ما تخرب. فواز سنجاره ولا اسلم؟ اسلم برضه قريبين من بعض سنجاره واسلم. ايه كله كله عبده وسنجاره قريبين لبعض. حيل واسلم يعني كله شمر واحد. المكان الاساسي الدير المكان حايل حايل كلهم حايل. ايه حنا لنا بحايل وحفر جنب حفر الباطن ب 15 كيلو 60 كيلو اللي هي هجرة الطوالة. الطوالة؟ اي انا من الطوالة. والله ونعم. ما عليك زود. اي والله اني قد سمعت فيهم الطوالة. من هي هجرتنا هناك وفي عقلة الطوالة بحايل. والله ونعم. ما عليك زود. تذكر الثلاثة صفر؟ والله اثنين اثنين صفر ابو اثنين. يا تشال فرن هذا اللي الله بالله. ها عندك اخوية هناك برا شمامره صدق عندي. لا يا صالح قل الصراحه. اي والله اعرف ناس من شمر هناك في في بل في بالجنوب عندكم هناك. لا لا مو بالجنوب اعرفهم من ناس من اخوياي عرفت في الرياض هنا. ناس من اخوياي في الرياض وقابلت معهم ناس من شمر سواليف وكذا تدري بحفر الباطن ما اعرف الا قحطاني واحد هنا بالرياض اعرف واجد بس بالحفر الظاهر انه في حفر الباطن؟ ايه قلت غريب ايوه قحطاني بحفر الباطن ايش جابك انه؟ عمل ولا شغل ولا ترى؟ قال شغل جابن صح زي ما قلت ايه يشتغل بالقاعده هو في القاعده؟ ايه قاعده العسكريه هذا قعد ها يا محسن حصلت الكريمات؟ لا والله عوضه عوضه يا سعد هبله من الفازل اللي معك. لا تعطي وجه صالح لا تعطي وجه. ترمي انت خلني افطر واروح ارقد. خلني افطر واروح ارقد. ايش تقول يا محسن؟ Thank you.
خرج. قد نزلوا يا رجال جدول جديد؟ جدول المطبخ الجديد نزله؟ لا باقي. سووا صدق والله؟ سووا قرعة حقت اسبوع بس ما نزلوا ورقة. تعرفوا الاسماء شيء؟ لا. حطوا اسمك مع الظاهر من اللي معه. مدري. انت ومدري من. استهبل انت. توأم. ليه؟ يعني حطوا الاسماء خلاص؟ حطوا قرعة. حطوا الاسماء. كنا نتغدى. سووا القرعة بس ما جابوا الورقة. كنا نتغدى. حطوا القرعة ذي الصور هنا. اها. ايه. تعرفون مني معه؟ ما ادري الظاهر مع محمود؟ هو؟ ايوه. ما ادري. والله انا ماني بدري مع مني الا انا. ان فريقنا سيء. جاء انا وابو سعيد وفيصل. انت؟ والله مشروب الطبخ. انت من؟ انا وابو سعيد وفيصل. عبد العزيز؟ ايه. ومن؟ وفيصل بن قربه. لا لا عبد العزيز يطبخ ترى، اظن يعرف. ايش اظن؟ الا يعرف. يو نامس. والله انا ما اعرف اطبخ انا.